أزمة متصاعدة بين تركيا وألمانيا وغياب تام لأي أفق حل قريب. سماح ألمانيا لأنصار حزب العمال الكردستاني بتنظيم تظاهرات حاشدة مناهضة للتعديلات الدستورية رأت فيه الرئاسة التركية إمعانا في حال الرهاب من الأتراك أو التركوفوبيا كما قالت، في الوقت الذي تمنع ألمانيا وزراء أتراك من المشاركة في تجمعات للجالية التركية من أجل دعم مشروع التعديلات الذي يقوده معسكر الرئيس رجب طيب أردوغان. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أكد عزم مسؤولين من أنقرة التوجه إلى ألمانيا لحشد الدعم للتعديلات قبل الاستفتاء في 16 من أبريل، وهو أمر قد يفاقم التوتر بين تركيا وأوروبا. كالين في السياق ذاته قال إن قرار الاستفتاء سيتخذه الشعب التركي وليس أوروبا، متهما ألمانيا بالنفاق. اتهام ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن صعد أردوغان من لهجته تجاه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واتهمها بدعم الإرهاب والإرهابيين. وكان نحو 30,000 شخص مؤيد للأكراد تظاهروا في فرانكفورت مطالبين بإحلال الديمقراطية في تركيا ورفض التعديلات الدستورية، رافعين شعارات ترمز إلى حزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل أنقرة منذ عام 1984. إلين يوسف، العربية.